ماشي اخر موديل. شباب ماشي ماشي شباب 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 بعضهم اصاب الصواب صواب صواب شباب ماشي ماشي شباب 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 بعضهم اصاب الصواب صواب 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 شباب ماشي شباب ماشي شباب ماشي شباب ماشي ماشي شباب ماشي مشكلة شباب ماشي شباب ماشي لخبطوا الحساب بيقدروا هذا النموذج للشباب يا لا لا يا حساف يا خسارة يا لومة في لومة في بعض من غير مسارة يا لا لا يا لا لا يا حساف يا خسارة يا لومة في لومة في بعض من غير مسارة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يسكن الجنة ان شاء الله الله يرحمك يا رب لك الحمد والشكر يا الله لك الحمد والشكر يا رب يا الله صبر صبر يا اخي صبر صبر يا اخي الله يرحم الوالد الله يرحمه دعوله البقاء هذا ما بيجي دعوله لا حول ولا قوة الا بالله دعوله الله يرحمه ان شاء الله يسكنه الجنة ان شاء الله الله يرحمك يا ابو عمار الله يرحمك يا والدي الله يرحمك الله لك غفر الله لك الحمد لله الحمد لله رب كل يرحمك يا رب السلام عليكم الحمد لله وش حالكم يا ريال عساكم بخير السلام عليكم حالكم طيبين عساكم بخير يا حي يا سلام عظم الله لكم الحمد لله جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير الباب هنا ابو يحفظك ايوه انا الباب مين بقعد عندكم اليوم شيء والغداء وين الغداء تغديتم الشاهي باقي القهوه يرسل جيت من بعده يا حياك الله الله لا يعذبك الله يحييكم جزاك الله خير الله يحفظك يا حييكم يا مرحبا بكم انتم يحفظك ان شاء الله حياكم الله يا حي سعد تفضل الحمد لله هو مات ولا توفي مات ولا توفي مات 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 الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه بقدر الله بقدر الله الحمد لله حياك الله ويت يا ريال الله يرحمه الله يرحم يا الله يرحمه الوالد الله يرحمه والقهوة وين القهوة؟ ادعوا له ادعوا له ادعوا الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه ان شاء الله نعم ان شاء الله والغداء وين الغداء؟ الغداء ان شاء الله بيجي في لحم معكم؟ في الغرفة الثانية اذا ما شاء الله هناك هناك ابوي ما شاء الله الغرفة الثانية فيها الغداء بجيبونه هنا؟ لا لا, لا هناك هناك الغداء هناك والقهوة هنا؟ والقهوة هناك ما شاء الله حياكم الله الله يحييك الله لا يعذبك ان شاء الله امين ان شاء الله ما شاء الله الموت يا ريال دي موت الله شهر الموت دي كل واحد بيموت ما حد بيتم ايوه عايش حيا الله ما حد بيتم هنا ولا حد ولا حد بيتم هنا عقبالك ان شاء الله عقبالك ان شاء الله اني وياك ان شاء الله يا رب ان شاء الله بعدك ان شاء الله بعد 100 سنه ان شاء الله ان شاء الله حياكم الله الله يحفظك الله يعزكم عيالنا ما شاء الله اولادي ذولا كلهم مساكين ما شاء الله تبارك الله بس لا تبكيهم لا تبكيهم زمان يا اخواني ان شاء الله تموتون ان شاء الله لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا عيالك لا تبكون عليكم بالصبر إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله الله يغفر له الله يغفر له الله يغفر له اسمع يا أخوي بس يا عيالي لعبت قطعون قلبي أجو أنا ما استحمل ما استحمل ما استحمل يا أخي الله يحفظك يا أخي يا عمر اسمعنا هنا اسمعنا كده تصبر تصبر قو قلبك شوي شوفك يا عمر العاقل فينا عاقلنا انت شوفك بعد ابوي تو ما شاء الله الكبير الله يرحمه لازم انت تكون اصبر واحد فينا ما تصيح تخلي عيالك يصيحون البكاء ما هو زين ابي يفيدك البكاء ما عليك الا الدعاء تدعي له الدار الله يغفر له يثبته ان شاء الله في قبره امين يا ربي الله الدار كان منور انقلب غبر غبر الدار غبركم البدوي ذا اللي دخل يا ابوي يا ابوي وين الدار كان مرعوش ابو عمر مسكين الله يرحمه لكن ما شاء الله مات ووفر لنا أقانا تركة معنا دكاكين ومعنا الدار ومعنا أشياء كثيرة والسيارة دكاكين نعم كبير الحمد لله ما مات وتركنا كذا هملنا ما شاء الله الله يرحمه الله يحفظك نعم دحين طيب اللي قل لي فين بتروح أنت كيف فين بتروح آه معك من فلك دحين بتلقيها في نفسك بروح مكان ده أنا في بابيت في داري ذا بسكن وبسرح بدرس بكمل دراستي ما شاء الله دكاكين الاثنين دي ما قصر الوالد الله يرحم
كعقل أبك ذي ريع على عقلك راجع نفسك بعقلي أنا هدي أعصابك شوي اللي حس طيب ها من دكاكين وها من دار كيف دار لي نحن فيه أبوك الله يغفر له ويرحمه أيوة ما بالك تزعيه في قبره له شوفوا ما خلف لك إلا الغرفة والحمام اللي بجنبها تحت والدار ذا كله اللي حق الدار ذا كله ابتنى على راسي على ظهري أنا لا 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 أنا شفنا اللي قمت ب... أنا اللي والدكاكين الاثنين والدكاكين الاثنين قوم على ظهري على راسي سمع على رقبتي يوم مات الوالد أنا وعيالي مسكين ليه ما تكلمت بالكلام ذا قبل ما يموت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أنا بغيت أقتل أبويا يا اخي نتكلم بالكلام هذا الله يحفظك اسمع الحين شوف ما حد تكلم في الورده اللي نفسه ضعيفه اللي يعرفه انا انت نفسك ضعيف انت اللي يعرفه ان الدكاكين حق الوالد والدار برضو حق الوالد انا باروك الاوراق وباروك الوثائق انا ما بشوف شيء اوراق ولا شيء وثائق وما بخف انت ما بخف في شيء عليك طول شوف بيني وبينك الله بيني وبينك الله بيني وبينك الله انا ما ابغى شيء الوارد شوفه اللي لك في الوارد غرفه تحت وحمام انا وياك فيها انا بتنازل لك عن قسمي اما الباقي القسم اللي في الدار ثلاثة طابق طيب والدراسة حقي كيف الحين بدرس من بيعطينا شيء انا اللي بنيت ايه من درس الحين بروح بدرس انا مالي علاقة بك انا من بعد اليوم مصاعد كيف مالك يلا علاقة بيشوفنا ربي عيالي ذي مساكين الله كيف نعم شوفوا مساكين الله كيف قد واحد غادي وادي بني في المخوط مساكين انت اخوي الكبير وين بنا نروح قول يا مريا حمد ربك انك معك حمام وزعل بيده حمد ربك انك قد ربيتك لا حول ولا قوة في ظل وجود الوالد لا حول ولا قوة اما الحين روح اقع رجال على نفسك اقع رجال على نفسك لا حول ولا نعم يعني هكذا خلاص تروح الاخوة وتروح كل شيء عندك ماشي اخوة الاخوة باقي يا اخوي انا ما بعملك كما متعاملنا انا بغيت منك حق الدراسة بس بغيت منك شيء زايد بيع الحمام وخلي غرفة ووفر حق الدراسة يعني هذه نهايتها هذه نهايتها انا بقول لك بكرة بكتب لك ورقة تنازل في الغرفة اللي عندك والحمام لك وعادك الا لك باب بيني وبينك لا حول ولا قوة عندك بادق عليك وافتح لي والباقي شوفوا حق عيالي ما لك شيء فيه لا من قريب ولا من بعيد الحمد لله برع الله يرحمك يا الوالد لا ما بنقول برع الله يرحمك بيني وبينك الله يا اخي بيني وبينك الله انا ما اعرف شيء ما بتهمك ولا بسبك الله بيني وبينك وبين البشر كلهم توك تشوف الحمد لله الحمد لله انا ما اكلت حد قواود قواود انا ما سرقت حد ولا شلت حق حد غشيم ذا عاده غشيم ربيته انت ابوي ربيته ربيته ذا هو صغير تصدق ذا داري كم يا حفاضات يدور هذا الخام ذا المفروض ما تعطيه الغرفه حط الحمام قلبي زين قلبي زين طيب ما بغيت شيء ذا ابغى شيء الدنيا وسخه وسخه الدنيا يعني ابوها الدنيا تف ايه يا عيالي تف تعال يا عيل عيلكم خبر ذا الحين خبر ذا بعد ما مات الوالد تقول ضعفت وتحملت ولا لا تتحملون تقعد الدنيا زينة إن شاء الله تقعد الدنيا زينة إلا سمعوا ذا الحين أنت بغيتك تمسك الدكان اللي في السوق تمام حلو عليك وأنت بغيتك تمسك الدكان الدكان اللي في العاصمة هناك أبوي عندك هذا أبوك على مرمى رجيتنا أبوي عندك بس أنا مستأمن عليكم أبوي عندك بس ما شاء الله ظريفة دي ما شاء الله يمنع الاقتراب عندك وين احنا ما نفتح 24 ساعة شوف يومية ليه ونهار أنا قصدي احنا لازم نغير السياسة التسويقية حق العمل أيوة شفتك لازم نكسب زباين أكثر لازم تعملوا لكم كروت محل هذا بالك دكان باسمك تبعك تمام الدكان الثاني تبعك اللي في العاصمه اه تمام وانا كلكم انتم تبعي تمام وكل احنا تبعك كل الدكاكين كلها تبعك تبعي ونحن نشتغل عندك ايوه ان احنا تبعك ايوه وانا شلون البارح كلمت امكم قلت لها الصماصيم ذيلا ايوه وهات بفرع بهم قلت له بغيت بفرحهم قبل ما اموت شوف انا ما خايفان على نفسي ان اموت انا بفرحهم خايفان انكم انتم تموتون عاد ما فرحت بكم لا يا ابوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نموت الا مره الله لا يفرق اللي بين حل لا ان شاء الله شيء من العروس الاول ولا ما شاء الله مرعوشين بشايبيش ما شاء الله كلكم ما شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله ويكبر كبركم ويسم لكم يزوينها يا يزوينا ان شاء الله شلون عازم ان شاء الله الشهر ذا انا اخطب لكم خطوبه يا خطوبه هدي ما يعرس خطوبه
لا حايز 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 موقع حايز موقع استمارة استمارة حايز بعدين السنة الثانية تشتغلون تمام أيوة. السنة الثالثة عادكم تشتغلون تمام أيوة زواج بعد ثلاث سنين شوفنا بلقي من 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 سقط ما قام ومن قام ما سقط بخليها ليلة حمراء بالعافية إن شاء الله قولوا إن شاء الله إن شاء الله قولوا أمين دعوا لأبوكم الله يحفظ الله يطول عمرك أبوي أخوك عمكم ذا خلوا بينكم احترام وتقدير ضروري من الاحترام لا تدخلون في أي شيء ولا شيء تمام يلا مسكوا الشغل انت فاضل الكهرباء شغل ماتور انت الان بتصرف اخليهم يجيبوا لك ماتور اوه ماشي ما عندي ماتور ابوي ولا صحه وقت دوام دوام زرعوا على التخره يلا 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 اي ابوي يلا اي الله ابوي معقوه تدفر هذا ولو ما شاء الله ما شاء الله عيالي ما تعرف وراهم من قدامهم ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله والشكر لله شوف 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 كيف شوف يجيلك الغشيم ذا والدم ذا يقولك الدار ذا حقنا كله دار من الدار ذا طلع على راسي كله أنا بظلمك أنا وأنا ربيتك كراعة من آدمي كسوة العيد وأكل وشرب نعلف عليك شتقول باتك العيد عرفة بذبحك روح قع ريال على نفسك نعم أنا باب أنا 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 أمانة في عنقي أولادي هذيل هذيل اللي بحاسب عليهم بسأل عليهم ما أنت خلاص لازم عاد نحن نفكر في سوبر ماركت ثاني نعم حتى ننعش العملية الاقتصادية ضروري ضروري إيش عاد من شيء ثاني بايقع خير يا ريال بايقع خير ما بتشرق إلا من شرق ما بتشرق إلا من شرق من من هتصيح تفضل تفضل من لي دك ذا ما انا داري من لي دك هذا يا ابو مراد رجع على الباب هذا يا ابو مراد لا احد بغاك ما يجي لك نعم عسى الله يبقى يا ابو مراد من يا ابو مراد نعم 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 يا ابو مراد واحد وحب حب يا ابو مراد انت عارف شيء دكانك احترق واحد واحد ايه تقول دكانك احترق كله وولادك اشتواه وولادك اشتواه يا ابو مراد الحق والله مكانك قلت دك دك اه ايه تقول دكانك احترق كله وتعزمي وولادك اشتواه الدكان كله دكان وحزمي الدكان الدكان قمنا 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 صفي ولدي مراد لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا نخزة عطروا عطروا مالك يا أبا أبي حد باقي زفة واحدة يا أبا روح بيجيب زفة يا أبا الله يحفظك يا أبا مالك إيش هذا هذه بوزر هذا مجنون كأنك يا أبا مجنون ليش مجنون هذا سيارة طويل مجنون أنت بوزر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اطلع 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 يا أبا الله يحفظك قول أمك تعالي اطلعي بروح مشوار الآن أخوي متوفي سويت كذا يا أبا مالك أوه بيت حقي يا سلام لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا أبا مالك الله اليوم يا الله اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله شوف بريع وروح لا تروح طلع أنت بابا فضلك سيارة تريع على الخلق أنت بابا فضلك سيارة تريع على الخلق لا حول ولا قوة إلا بالله بس قلب مالك يا أبا يا أبا مالك الله يحفظك مالك إيش اللي حصل مراد مراد الله يرحمه خوي مراد الله يرحمه مراد. الله يرحمه هذا مكتوب مراد ربك اللي خلقه وأخذه مالك يا أبا ولدي مراد الحمد لله البقاء لله يا أبا عشاء غدا عشي. السلام عليكم لا حول ولا قوة إلا بالله شرش شرش
ايش فيك يا اخي؟ عمر دكان كأنه كذا. ايش في؟ ايش اللي حصل؟ مراد. ايش اللي حصل يا اخي؟ دكان. ايه من دكان؟ مراد. لا حول ولا قوة الا بالله. مراد اخوي عمر كذا. مراد ايش اللي صار يا اخي؟ منعي. اوه اخوك جيت من الدراسة الحين. اخوك من؟ انت اخوك؟ لا حول ولا. ايش اللي حصل لك؟ وين مراد؟ انا لله وانا مراد ولدي. قم قم بس مراد يا كي جلس يا عمر. جلس جلس جلس. هذا تعال تعال حق من هذا؟ انا داري انك انت ما وقفت معي لكن انا ما بتركك ما بتركك. قم بعالجه. قم قم بصلك عند الدكتور. الدكان الدكان ان شاء الله بيجي. رجع فلوس بيجي الدكان ان شاء الله. مراد مراد بنجيب مراد مشوي. يلا يلا مشوي. مراد تعال بصلك عند الدكتور. مواد احترق. صح انك ما انت قصرت معي ولا قمت معي ولا اعطيتني شيء حق دراستي وهملت انا وقلت ماشي لك لكن ما بخليك. انت اخوي الكبير اعتبرك زي والدي. تعال 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 بصلك الدكتور. بجيب مراد بجيب دكان. تعال ايوه تعال تعال تعال. شباب ماشي ماشي شباب 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 بعضهم أصاب الصواب صواب صواب شباب ماشي ماشي شباب 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 بعضهم أصاب الصواب صواب شباب ماشي شباب ماشي شباب ماشي شباب ماشي ماشي شباب ماشي شباب ماشي شباب ماشي لخبط الحساب. احضروا هذا النموذج للشباب. يا لا لا يا حساف يا خسارة يا لومة في لومة في بعض من غير مساره. يا لا لا يا لا